السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. حصتنا اليوم إن شاء الله خاصة بتصحيح تمارين درس الجمع والطرح والضرب رقم 2. نبدأ بتصحيح التمرين الأول. خذوا كراسكم وقوموا بالتصحيح معي. عند عمر 9 قلادات، تزيد قلادات هاجر عن قلادات عمر بثلاث قلادات. جيد، السؤال: أكتب عدد قلادات هاجر. جيد، إذن كم عدد قلادات عمر؟ 9. أحسنتم. بكم يزيد عدد قلادات هاجر عن عدد قلادات عمر؟ بثلاث قلادات. أحسنتم. إذن الآن ما هي العملية المناسبة لمعرفة عدد قلادات هاجر؟ نعم، إذن 9 زائد 3. إذن نكتب 9 زائد 3 كم تساوي؟ 12. أحسنتم. إذن عدد قلادات هاجر 12. ننتقل إلى التمرين الموالي. عند هاجر 15 درهما، ينقص عدد دراهم عمر عما تملكه هاجر بخمس دراهم. جيد، نمر إلى التمثيل. عند هاجر 15 درهما، أما عمر فعدد دراهمه تنقص بخمسة دراهم عن عدد دراهم هاجر. إذن ما هي العملية المناسبة في هذه الحالة لمعرفة عدد دراهم عمر؟ أحسنتم. 15 ناقص 5 تساوي 10. إذن عدد دراهم عمر هو 10 دراهم. نمر إلى التمرين الموالي. عند عمر 8 قلادات وعند هاجر 5 قلادات. السؤال: أحسب بكم تنقص قلادات هاجر عن قلادات عمر؟ لاحظوا معي جيدا، قلادات عمر تمثل لي 8، أما قلادات هاجر فهي 5. إذن كيف سنعرف بكم تنقص قلادات هاجر عن قلادات عمر؟ ما هي العملية المناسبة؟ نعم، عملية الطرح. إذن نكتب العملية: 8 ناقص 5 تساوي كم تساوي؟ 3. أحسنتم. إذن ينقص عدد قلادات هاجر بثلاث قلادات. أحسنتم. ننتقل إلى التمرين الموالي. عند هاجر عدد من القلادات، أعطت لأخيها 4 قلادات فأصبح عندها 9 قلادات. لاحظوا معي التمثيل. عند هاجر عدد من القلادات لا نعرفه، أعطت لأخيها 4 قلادات، أصبح لديها 9 قلادات فقط. إذن كم كان لديها قبل أن تعطي لأخيها 4 قلادات؟ ما هي العملية المناسبة في هذه الحالة؟ نعم، عملية الجمع. أحسنتم. نكتب العملية: 9 زائد 4 تساوي 13. كان عند هاجر 13 قلادة. جيد، ننتقل إلى التمرين الموالي. أحسب عدد الفساتين. رتبت أم فساتينها في 6 رفوف، في كل رف 4 فساتين. إذن 6 رفوف في كل رف 4 فساتين. 4 فساتين في كل رف 6 مرات. أحسنتم. إذن 4 فساتين في كل رف 6 مرات. ما هي العملية المناسبة هنا؟ عدد يتكرر 6 مرات.
أحسنتم عملية الضرب. نكتب ستة ضرب أربعة تساوي كم؟ تساوي 24. أحسنتم. إذن كما تعلمنا الضرب تبادلي، أو 4 ضرب 6 تساوي أيضا 24. بهذا نكون قد انتهينا من تصحيح تمارين هذه الحصة. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.